السلام عليكم. نبي نعلق شوي على بعض المعلومات اللي ما كان فيها دقة عالية من أخوي سلطان المجروب في تعليق على تقييمات شركة التقنية وعلى سناب شات بالذات. بداية أخوي سلطان اعتمد على موقع اسمه كرانش بيس، للأسف كرانش بيس ما هو موثوق، البيانات فيه غير دقيقة، وبعطيكم الأمثلة الآن. مثلا ذكر أنها 9 جولات تمويل وهي 8، ذكر أن المملكة القابضة مستثمرة والمملكة القابضة لم تستثمر في سناب شات. الاستحواذات، مبالغ الاستحواذات هذه كلها لم يعلن عنها، وكلها تكهنات طلعت في الإعلام وحطوها في كرانش بيس، ما فيها أرقام صحيحة. حتى عدد الشركات اللي استحوذت عليها سناب شات، هذه الشركات اللي هم أعلنوا عنها، في شركات استحوذت عليها سناب شات ولم تعلن عنها حتى الآن. موضوع أنها شركة كاميرا، ما هي بشركة كاميرا، هي شركة تقنية، ولكن تقنياتها كلها تتمحور حول استخدام الكاميرا. ليش؟ بعد استخدام عدد كبير من الناس لقوا انه عدد المرات اللي تستخدم فيها الكاميرا حقت سناب شات اكثر من عدد المرات اللي تستخدم فيها الكاميرا حقت الجوال نفسه، فهذا سبب الكلام يسكتون. فيسبوك قالوا نفس الكلام هذا وغيروا سياستهم الان من تقريبا شهر انهم تمحوروا حوالين الكاميرا، فلا يعني انها صارت شركه كاميرا. ذكر انه احد الجولات كان الليد فيها علي بابا واللي دخلت فيها المملكه، بغض النظر عن دخول المملكه من عدمه، ولكن وش معنات الليد انفستر في الراوند؟ الليد انفستر لما تجي شركه تقول انا ابغى جوله تمويل فيها 500 مليون، الليد انفستر اول شيء لازم يغطي على الاقل 25% من الجوله هذه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الليد انفستر هو اللي يسوي الفحص النافي للجهاله، هو اللي يقوم بتقييم الشركه في هذه الجوله، عشان كذا يسمونه ليد انفستر. كيف يقيم؟ الشركه بعد توقيع التزام من الليد انفستر انه راح يغطي هذه الجوله تفتح له كل الدفاتر يشوف اشياء ما في احد شافها عشان يقدر يعطي تقييم صحيح للشركه. بعدين يتفقون الشركة ويتفق الليد انفستر، مثلا اتفقوا انه والله الجولة هذه قيمتها 10، خلاص قيمة الشركة فيها 10 مليار، كل المستثمرين اللي بعدهم يلتزموا بهالكلام. يعني ما في شيء اسمه علي بابا دخل بتقييم وانا دخلت معاه بنفس الجولة بس بتقييم ثاني، لا، هو تقييم واحد اللي حطه الليد انفستر، هذا سبب تسميته ليد. وعشان كذا من الاشياء المهمة جدا في الجولات المتأخرة للشركات انك تعرف من هو الليد انفستر، لانك انت معتمد على القرار اللي هو قرره، يعني كانك قاعد في السيارة ورا وهو اللي قاعد يسوق. هذا لا يعني ان احنا ما نشوف بيانات شركة، احنا نشوف بيانات شركة مثلنا مثله، ولكن هو يشوفها بغرض التقييم، انا اشوفها بغرض اما قبول او رفض المشاركة في جولة التمويل. ما اتفق مع الاخ سلطان في مسألة مقارنة سناب شات بتويتر، ابدا ما في اي وجه تشابه، لو قارنت في فيسبوك اقول لك يمكن، لكن تويتر اكيد لا. تويتر عنده عدة مشاكل مؤخرا، واحدة من المشاكل انه النمو عندها ضعيف في المستخدمين، الشيء الثاني منتجاتها ما هي قادرة تصير منتجات تسويق بشكل كبير يستفيد منها المسوق. الشيء الثالث، نسبة استخدامها في أمريكا ما هي بالشكل العالي، عشان كذا ميزانيات التسويق الأكبر اللي موجودة في العالم موجودة في أمريكا، فعشان كذا صار دخلهم أضعف من المتوقع. بالإضافة لأن تكلفة التشغيل عندهم عالية جدا، وهذا من الأشياء اللي ضرتهم، والحين قاعدين يحاولون يخفضون تكلفة التشغيل. يعني العنصر الرئيسي لتقييم أي شركة تقنية شيء يسمونه future potential، يعني مستقبل الشركة هذه. موضوع المستخدمين، في شيء اسمه لايف تايم فاليو، انه كم المستخدم هذا ممكن يدخل لي فلوس بطول فتره وجوده على المنصه هذه، ولكن هذه فيها خلافات كثير. الاختلاف في انه من وين هذا المستخدم جاي، فعشان كذا تفرق قيمه الشركه بناء على هذا الاساس. المستخدم في سان فرانسيسكو قيمته 5 دولار، المستخدم في الشرق الاوسط 45 سنت. لو افترضنا انه شركه تقول 50% من دخلي انا في امريكا و 50% يجي من الشرق الاوسط، معناته لو عندها 1 مليون مستخدم في امريكا لازم يكون عندها 10 مليون مستخدم في الشرق الاوسط. هذا مجرد عنصر واحد، انه نتكلم على من وين جايين المستخدمين. يجي العنصر الثاني، اعمار المستخدمين، هذه اكثر فئه مفضله عند الناس من 18 ل 24. السبب في ارتفاع القيمه السوقيه لهذه الفئه العمريه، اولا يقضون وقت طويل على المنصات الاجتماعيه وعمرهم الافتراضي اطول. قبل شوي قلنا اللايف تايم فاليو، فاللايف تايم فاليو لهذه الفئه اعلى قيمه من اللايف تايم فاليو للفئات العمريه الاخرى. عنصر اخر مهم جدا في عمليه التقييم هو مسار الشركه للربحيه، يسمونه path to profit، لانك ما تبغى شركه طول الوقت قاعده تخسر. كيف؟ غالبيه الشركات التقنيه خسرانه، ميزانيتها خسرانه، البالانس شيت، القوائم الماليه كلها فيها خسائر. طيب كيف قاعده تطرح في السوق وهي خسرانه؟ يرجعون للقوائم الماليه للشركات هذه ويشوفون من سنه لسنه كيف ادائها ومسارها باتجاه الربحيه. لو نرجع لموضوع سناب شات، كيف حصل؟ سنة 2014 الشركة دخلت حول 2 مليون و400 مليون، العام الماضي دخلت 60 مليون، السنة هذه متوقعين يدخلون 300، والسنة الجاية مليار. فنلاحظ في قفزات خيالية في دخل الشركة،
هذا الشيء اللي يعتمدون عليه في مسألة طرح الشركة في السوق من عدم. هنا عاد المغالطة الكبيرة من كل سلطان، لأن المعلومات اللي طرحت لا تمت للواقع بصلة إلا بجزء بسيط جدا. اولا المستثمرين هذيل دخلوا بدري، انت جاي تستثمر بعد في يوم الكتاب، يوم الكتاب هذا اللي جاء بعد 6-7 سنوات، المستثمر هذا حاط فلوسه من اول يوم مع الشركه. فطبيعي في بعض الاحيان ان المستثمرين ممكن يضغطون على الشركه عشان تطرح نفسها، مثل اوبر مثلا، الرجال طول وطول كثير ولو يقدر يطرح نفسه اليوم، ولكن لسهوله الحصول على التمويل من القطاع الخاص ما راح سوى طرح عام للشركه. هذه واحده من المشاكل. في نهايه المطاف الطرح العام هو عباره عن جوله من جولات التمويل. والفارق مع سناب شات انه لهم سنتين وهم يقولون احنا هدفنا طرح الشركة طرح عام، وهذا الشيء ما له دخل بالمستثمر. وعلى فكرة مو كل المستثمرين عندهم قدرة الضغط، لانه مو كلهم عندهم فوتنج باور او قدرة على تصويت لقرار معين. اغلب الوقت شركات التقنية تلقى القرارات هذه في يد المؤسسين. وشيء مهم جدا، الفي سي او مستثمرين راس مال الجريء هدفهم استدامة الشركة، ترى مو هدفهم بس انه يطلع فلوس، لازم الشركة تكون دائمة. والسبب ان كل شركه حط البي سي فيها فلوس تدخل السي في حقه، فهو مهم انه يحافظ على نقاء وجوده السي في حقه. والشيء الثاني من المتعارف عليه انه الشركات المستثمرين يدخلون بدري زينا، لما تطرح شركه طرح عام عندك 6 شهور لوك اب بيريد، يعني ما اقدر ابيع السهم هذا في اول 6 شهور. وعندي اعتراف كبير على كلمه جشع البي سيز، لان طبيعي يكون جشع، الرجال هذا هو اللي اخذ المخاطره، الناس اللي قاعد تجي في الطرح العام ترى جت بعد ما الطبخه استوت. تخيل اللي حط فلوس في سناب شات من 3 سنوات، ولا اللي حط فلوس في اوبر من 4-5 سنوات، هذيل كلهم خذوا مخاطرة فلوسهم كانت ممكن تتبخر وتختفي. وعشان تكون الصورة واضحة، البي سي يهمه تضخيم الشركة بسرعة وليس تضخيم الشركة بشكل غير واقعي، لأن لما تطرح طرح عام هنا حترجع لأرض الواقع غصبا عليك. باختصار، لأن السوق أو أسواق المال ما ترحم، أسواق المال ما هي بأسواق بي سي، أسواق فيها كل المستثمرين يلعبون فيك زي ما يبغون. واخيرا مثل ما دائما نقول، هو كان يقول انه مساله الاستثمار ممكن تخوف، صح تخوف اذا الانسان قليل خبره وما عنده معلومات ما يعرف يحلها، عشان كذا نقول روح لمدير استثمار. ان شاء الله تكون صوره واضحه الان والمعلومات افادت الجميع. شكرا كثير لكل سلطان المجروح، الله يوفقكم جميعا، السلام عليكم.